الرحيم. يا مرحبا. مرحبا بيك. اهلا وسهلا. احنا داخلين جاليري ارت المركز بتاع الفنان علي السليماني في مكه. بسم الله ما شاء الله. ادي المدخل اهو، البوابه اهو. هنشوف المفاجآت بعد كده ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ علي مرحبا. يا مرحبا بك. مرحبا. بسم الله ما شاء الله. طبعا هذا المركز يعتبر المركز ده اللي هو البرلمان الحي. برلمان الحي. اي طبعا انا دخلت زي عندكم دوار العمده. اي زي دوار العمده. العمده في مصر. طبعا أي. فكره المركز دي جات عباره عن طبعا انا ازور متاحف محليه. صراحه انا ممنوع يعني ما اقول متاحف. فاخترت جزء من المتحف اللي هو المركز. ايوه. طبعا المركز هنا عندنا كان في الحجاز او خاصه جده ومكه كان العمده يمثل الحكم الاداري للحي. ايوه. اي مشاكل اي حاجه يكون عند العمده. يعرف الفقراء الايتام الارامل، يجتمع بعيان البلد، يجتمع بكبار البلد، يشوف اي مشكله في الحي هو بيحلها. زي نظام اللي هو اقول حاكم اداري للمنطقه دي، للمنطقه هذه. زي عندنا في مصر دوار العمده. زي دوار العمده، اي مشكله ما تكبر خلاص تتحل في المركز هذا. في المركز. طبعا المركز ده يتوسط الحاره. طبعا احنا حوالي ابنى حاره شعبيه. طبعا الرواشين كانت في مكه وجده والمدينه. ايوه. فانا اخذت افكار من دي ومن دي ودمجتها واخرجتها باسلوبي انا. انا كفنان تشكيلي اخرجتها باسلوبي. يعني كل فنان له بصمه. ايوه. ايش الفائده مثلا نقول لك والله بيت فلان ونقول زي ما هو. او اخذ بيت فلان واقول زي ما هو. هذا ما انا الكاميرا بتغطى على هذه. فهي بصمه الفنان انه ياخذ الشكل ويرجع يصيغه باسلوبه هو. طب ممكن تعرفنا ديت بترمز لايه؟ هذه كانت توجد في العماير او في العيال. في روشان مثلا تحصلوا الروشان هنا يحكي على اللي هو شخصيه الانسان او بيئه الشخص. يعني مثلا او ثراء الشخص. يعني مثلا تحصل مثلا بيت زي بيت المطبولي. روشان من اول البيت لاخر البيت ياخذ ثلاث ادوار. صح. هذا يدل على ثراء الرجل، ثراءه. في تحصل والله بيوت صغار فيها رواشين صغار. يعني هذه بتدل على الحالة المادية للشخص. للشخص. طبعا انا اخترت مجموعة بيوت، طبعا هذه تكون مثلا اخترتها في شارع عام، لو دخلت جوه الحواري بحصل البيوت عالية وبيوت واطية فتختلف. فانا اخترت والله ما هذه مجموعة لي انا، وطبعا حاولت انه ايش؟ اعيد صياغتها بالاسلوب هذا. بالاسلوب هذا. بالاسلوب هذا. طب وده؟ ده برضه رواشين طبعا في فانا باخذ عملية اذا بقول ايش؟ الفلاشات من الرواشين كذا وبحطها واكون بها كعمل او كلوحه فنيه كامله. لوحه فنيه كامله. ايوه يعتبر ده لوحه فنيه كامله. طب انت بترمز ايه يعني تنتظر ايه من العمل هذا؟ والله شوف رؤيتك كفنان. ايوه كفنان. والله انا فكه للحبايب والاخوان واللي بده يتذوق الفن هذا يجي البيت مفتوح. يجي البيت مفتوح. مفتوح للبيت يعني. هذا يعتبر بيته يعني. ايوه ايوه. يعني في ناس بالذات الاجيال الجديده القادمه. طبعا احنا من جيل الستينيات. يعني الحمد لله انا من جيل الستينيات حصلت الحاجه هذه. تجي مثلا جيل الألفين ما يعرف ايش معنى روشان. صح. ايش معنى غوله؟ ايش معنى كبريتا؟ ايش معنى يعني ما هو عارف انه بيشوف شكل يقول لك خذ جده تاريخيه بيلف. صح. طبعا ما عارف ايش هذا؟ ايش الفلسفه اللي وراه؟ ايش فلسفه الروشان هذا؟ طبعا كان زمان كله لا في كهرباء ولا في نور ولا شيء. كان بياخذ الروشان عباره عن اللي هو بارز يكون ضخم في البيت عباره عن بروز فيه. طبعا الست البيت او صاحب هذا يجلس داخل الروشان. يعني هي مو مجرد ديكور حاطه، لا هو ليه. ثاني شيء عمليه دخول الهواء، تيار الهواء لما يدخل تيار الهواء من هنا ويطلع من هنا بيسوي تيار داخلي وتبريد لداخل البيت. ثاني شيء الرواشين هذه ما مصنوعه من الخشب، مصنوعه حب العمران الحديث ولا هذا خلاص نشأت الحرفه هذه او الصنعه هذه. يعني حاليا اللي بيسالني عن الرواشين يعتبر انقرضوا خلاص. فنحن نحيي بذكراهم.
يعني انت بتحيي التراث بتاع مكه وجده القديم. ايوه جد مكه وجده والمدينه، لأن والمدينه لانه هي كانت قبله المسلمين، قبله المسلمين يعني. صح. مكه والمدينه هذه اللي قبله المسلمين، كان حول الحرم المديني قبل الهدد كان كله رواشين وبيوزين، كل هذا رواشين من تراث جده ومكه والمدينه. والمدينه طبعا جده بصفه انه مدينه تجاريه، الحجاج بيجوا على جده مطول مباشره من قبل الطيران ده طبعا، كانوا يجوا نظام يعني لما اخذ بالجمال، وكانوا يجوا بالبغال، وكانوا يجوا بالسفن، فكان هو المركز الرئيسي لهم جده، وانطلقوا من جده. يعني كان مركز الرئيسي من جده، طبعا مو معقول حيجي مثلا من دوله بعيده هو محرم، فلا اجي على جده اجلس وارتاح في جده، بعد كده يطلع من جده محرم متجه الى مكه. طبعا في انه الحديبيه اللي هو الحدود مكه احرم المنطقه هذه، يعني غير مثلا واحد جاي من مصر على طريق البحر وما اقول احرم من مصر علينا يوصل جده، لا اجى عادي وبعد كده احرم من جده واخش، اضافه الى حقول المدينه احرم من منطقه من الميقات اللي هي بئر علي. فطبعا هي كانت فلسفه اكثر من قبل تفتح المكان التراثي ده لطلاب الثانوي والمدارس والجامعات المهتمين بالتراث. والله بالنسبه للمحل يعتبر محلهم، انا بفتح لاي شخص يبغى يتعلم او يبغى يتذوق التراث، زي طلبه الجامعه، كليه هندسه، كليه عماره اسلاميه، هذه تفضل مثلا زي عندك زاوية التلفزيون حبوا يصوروا عن التراث كبرنامج بينهم. أي. عندهم مثلا اي اذاعه تتفضل تتفرج، يعني تجي وتاخذ كاستوديو، يعتبر استوديو ده. استوديو صح، استوديو تصوير، استوديو تصوير في التراث. طبعا انت نادرا ما تحصل في المملكه وفي الوطن العربي الشغل هذا في بيت. صح. انا بكلمك بجد يعني، ما عشان بقول لك والله انا سويت، انت ممكن اعلامي ما شاء الله تبارك الله ولا اعلامي لامع، هل شفت الموقع هذا؟ لا ما شفتوش بصراحه حاجه، يعني انا لو صورنا كل تفصيله هتلاقيها فعلا تراث، حتى اللمبات اللي هي مختاره بان هي فعلا حاجه تراثيه جميله جدا للموضوع، يعني فعلا شيء جميل وبنحييك عليه. الله يسلمك. وعلى المجهود هذا الرائع. الله يسلمك. ونتمنى زياره مش بس طلبه الجامعات، الفنانين كمان وكل اي فنان تشكيلي اي حاجه يبغى، حتى لو فنان عنده والله. حاجه اخيره بقى، في احيانا واحد يكون مهتم ان يكون مساحه عمل حره، زي فنان عاوز يرسم لوحه من التراث، هل بتسمح له؟ اسمح له. زي مثلا بيسموها الاوروبيين كووركن سبيس، او مكان عمل حر يجي يبدع فيه للتراث. ما في المكان مكانه، المكان مكانه، مكان مكانه، هو هدف توصيل المعلومه للاجيال القادمه، للاجيال القادمه. ايوه يعني مثلا جيل ال 2000 والله ما يعرف الحاجات هذه ولا قد وصل لها، ولا صاحب اخوي جده التاريخيه بيتفرج بيطلع، بس ايش فلسفتها ايش ثقافتها ما يعرف. صح. يعني مثلا نقول عندك في اشياء قديمه في مكه او في جده مسميات، زي مثلا الروشان، الغوله، عندك الدكايات دي ما اعرف ايش معنى روشان، ايش معنى غوله. طبعا هذا يسموه روشان كامل بصفه عامه. روشان كامل. كامل. هذه المنطقه دي اسمها الغوله. الغوله. ايوه. ماشي. هذه يسموها الغوله لانه ست البيت بتجلس برا وتحجب زي الستاره. زي الستاره. بالمعنى الحديث الستاره. يعني تعرف البيوت زي نظام المشربيه في القاهره. ايوه زي المشربيه، شوف حتى في المشربيه حتى في سوريا يرفع الشباك كده ويبص من وراه ست البيت. لا بس هنا عندنا لما كانوا يحطوا هنا الشباك، لا في بعضها متحركه. في لا في بعضها حاجه تركب هنا في الخلف للرواشين. طب في شيء ثاني ما قلناهوش عاوز تفرجنا عليه؟ والله في مشروع ثاني اللي هو عامله بس جوا. ماشي نخش جوا. فهو محاكاة جدة التاريخية. محاكاة جدة التاريخية. محاكاة، طب أنا ما أقول لك جدة التاريخية، محاكاة. يعني أنا أخذت الفكرة وأخذت الأسلوب وسخته بأسلوبي أنا، ظهرته بعمل فني يبين فيه العادات التقاليد ال طب ندخل نشوف. تفضل. محاكاة جدة التاريخية. بسم الله ما شاء الله. طبعا. أنت عامل جلسة كمان أهو. طبعا دي جلسة للحبايب اللي بده يجي اللي بده هذا. الله الله على المنظر يا جماعه، هذه اللي هي محاكاة جدة التاريخية. محاكاة جدة التاريخية. طبعا نبدا هنا، انا هذا اول عمل عملته من قبل 35 سنه.
انا اعشق الرواشين من زمان. فهذا من 35 سنه عملت اول السكتشات هذه بسيط. طبعا كانت مجموعه طبعا مع الزمن انتهى الوضع يعني انتهى. فطبعا بعد ما اخذت التقاعد طبعا انا مدرس تربيه فنيه خريج جامعه ام القرى دفعه 2006. اهلا وسهلا. فطبعا خدمت في الدوله 32 سنه كمعلم للتربيه الفنيه. بتعثت للخارج المملكه كإفاد كمعلم مو عقد لا إفاد كدولة إنه تأخذني وتدي دولة ثانية ودرس على حساب الدولة السعودية. فطبعا طلعت لل إحنا دلوقتي في مشروع محاكاة جدة زي ما قلت لنا طبعا. ودي الصورة في الإضاءة هو، ولكن حضرتك قلت جماله بيبان مع الضوء الخافت. طب اطفي برضو الضوء الخافت وإحنا بنصق. أيوة أيوة ايوه دي محاكاه جده التاريخيه بالزبط. قلت لنا ان انت كنت في الايفاد تبع المملكه العربيه في السعوديه بالزبط. ورحت البحرين. ايه حكايه البحرين وتكريم رئيس الوزراء ليك؟ طبعا بالنسبه لنا الحمد لله يعني بعد ما ترشحت من اداره تعليم مكه كاني اطلع ايفاد الخارج طبعا بيختاروا جميع مناطق المملكه، ما بقول لك من مكه ولا من جده، طبعا كل منطقه تبغى تاخذ تبرز نفسها. ففضل الله كنا 156 واحد في طالبين الإفاد رست على اثنين بفضل الله. فطبعا انا واحد وفي واحد ثاني من الرياض طلعنا إفاد للبحرين. طبعا هناك في البحرين هناك لازم الواحد يثبت نفسه يثبت جدارته يثبت ايش هو المعلم السعودي، لانه في ناس برا في الخارج يعرفوا انه والله المعلم السعودي مجرد جاي بياخذ راتب ويجي ماشي، وخصوصا ان انت تربيه فنيه. تربيه لا، وكنت ادرس في البحرين ديكور. ديكور ايوه انسى الديكور، كنت ادرس في البحرين ماده في المعهد الديني اسمها ديكور. ديكور ديكور. فكنت طبعا ادرس الديكور هناك. فطبعا بفضل الله هناك بدات اشتغل اليمين بالمنامه. كان لي صديق هناك تعرفت عليه واللي دعاني هناك، فقال لي احنا بنسوي ديكور للمركز. فطبعا بدات بالمبادره وبدات اشتغل، سجلت 2000 عمل 2000 ساعه عمل تطوعيه. طبعا انا عندي هذه كل موثقه الحاجات هذه. ايوه 2000 ساعه عمل تطوعيه في البحرين. طبعا انا والمجموعه في اللي معانا، يعني ما اقول لك انا لحالي لا، في كان معنا جروب، فكنا نجي في الفتره المسائيه ونشتغل. بفضل الله يعني كنت اي حاجه برجع للسفاره السعوديه، لانه هي مرجعي السفاره السعوديه. كنت ابلغهم انه واحد ابلغ انه في كذا كذا كذا، توافقوا ولا لا؟ ممنوع ولا لا؟ لانه انا ما اعرف نظام البلد. فطبعا دول الضوء الاخضر صراحه من السفاره السعوديه. بفضل الله ظهرت سويت معارض في البحرين، منهم المعرض في السفاره السعوديه اللي هو الرياض عاصمه الثقافه. ايوه عملته. كنت مشرف على طلبه في جامعه الخليج وجامعه البحرين في مجال المعارض والفنون. صح شايف. بالاضافه طبعا الحمد لله صيتي بدا يلمع في البحرين، عملت عده مقالات في الجلف نيوز، في اخبار الخليج، في الاذاعه والتلفزيون البحرينيه، كيف شاب او معلم سعودي بيحضر في البحرين كايفاد. ايوه يعني حتى هم كانوا مستغربين، قال احنا انت اول معلم سعودي نشوفه. قلت انا جاي باسم المملكه، جاي باسم خادم الحرمين، لازم اكون في اسم عالي. فطبعا من هناك بدا في حاجه في البحرين اسمها معلم. بعد المعلم المتميز كرموك في البحرين والحكايه التكريم ده. طبعا هو كلمه معلم متميز طبعا دي شروط، يقول لك في البحرين من السهل تحصل على الدكتوراه لكن من الصعب تحصل على معلم متميز. لها شروط قاسيه جدا. وفضل الله بالجهد بالمجاهده بالمثابره بدعم السفاره بدعم السفير، كان بيدعمني السفير دعم معنوي معنوي ايوه للدابه الملحقيه الثقافيه السعوديه في البحرين. أيوة. طيب دعمني هذا. بفضل الله ترشحت لمعلم متميز. طبعا فكره معلم المتميز هي زي ما تقول زي يعني انا ما بقول لك الحدث زي جائزه نوبل، جائزه الملك الملك فيصل العالميه، طبعا دي عالميه. طبعا وده الحدث يكرم واحد في الدوله. واحد متميز زي مو بس في الفنون او في الفنون في الادب في الشعر في هذا، يكرم من مين؟ من رئيس وزراء. ويكرم رئيس الدولة أو من ينوب عنه. صح. ففضل الله الحمد لله أنا كرمت وكان لي الشرف إني أرفع اسم المملكة العربية السعودية قدام رئيس الوزراء. يعني حتى هو لما طلعت وعرفته طبعا صراحة سلم علي، رئيس وزراء يسحبك ويسلم عليك دي كبيرة يعني شيء فخر للمملكة. وفضل الله الحمد لله حصلت على وسام من مملكة البحرين، وسام وزارة التربية والتعليم، وسام ذهب من درجة أولى. نرجع جايزة ذهبية وشهادة معلم متميز بالضبط.
متميز. طب عاوزين حضرتك تحكي لنا عن تفاصيل محاكاة جدة التاريخية من هذه الزاوية. من الزاوية هذا ومن ألمة. ومن هنا من كل. من أول. أي. طبعًا هي جات فكرتي، طبعًا أنت تخش أي معارض بتحصل روشان. فطبعًا أي معارض أنت ما شاء الله تبارك الله إعلامي على. روشان رسمي الروشان. فطبعًا جات الفكرة، طيب يا أخوانا طبعا الأجيال الحديثة ما يعرف إيش كيف كنا عايشين الستينيات. صح. يعني كيف كنا عايشين، كيف كانت السعودية، كيف كان وكيف تطورت. صح. طبعًا جات الفكرة إنه أنا أسوي حي كامل. طبعا احط فيه اللي هو الالعاب الموجوده، العادات، التقاليد، هذا. فطبعا هنا لو جيت شفت مثلا عمليه كيف كان زمان التعليم عندنا. كان زمان التعليم عندنا مو مجرد انه طاولات ومكيف وانترنت وشاشه الكترونيه وهذا، لا، كان التعليم عندنا نظام الكتاب. طبعا هذا اللي هو كان نظام اللوح. يعني ما كان قبل الورقه والقلم. أيوة, ايوه كان في السعوديه زي كذا، وحتى في الدول العربيه كان نظام اللوح. فطبعا كان ما يروحون يروحوا للمدرس، كان يسموه الفقيه. ايوه الفقيه. الفقيه اظن حتى في مصر الظاهر في هذا. ف هذا يبين كيف كان التعليم، يعني كان التعليم عملي اكثر. الذاكرة على الشمعه طارق الفانوس. صح. في الستينيات انا من النوع اللي حكت الفانوس انه تذاكر عليه، يعني كانت الحياه بسيطه جدا جدا. صح. شايف. وحضرتك عامل تسمح لي اصور من لا من صور الداخل. صور صور. هذا اللي بيقرا على اللوح. ايوه لوح. هذا طالب، هذا بيدرس في السطوح. في السطوح. في السطوح. فوق السطوح. بسم الله ما شاء الله. وده مبنى اهو. وده مبنى. مبنى وانت ممثل الحياه فوق السطوح. فوق السطوح لانه اكثر الحياه فوق السطوح في هذا. ودي البرجوله اللي بيقولوا عليها دي اللي هي طبعا في مظلات. المظلات. مظلات في السطوح. برجوله. برجوله. طبعا هنا بالذات هذا في عندك برضه هنا هذا شايف هذا حبل الغسيل. حبل طبعا الغسيل. لا كان في غسالات ولا كان في نشافات ولا شيء، حبل الغسيل. وهذا طبعا احنا نجي هنا لعمليه الشيء داخل الحاره، فعاليات الحاره. يعني عندك مثلا زي الدباب، هذا كان يسمى الدباب 70. هذا اول دباب نزل في السعوديه. صح. يعني اول دباب. ايوه طبعا لما في مصر كانوا بيسموه الفيسبا. لا الفيسبا حديث. الفيسبا حديث لكن ده الدباب. ده الدباب اللي هو الهونداي. هوندا. هوندا. اي هوندا. 70. طبعا لما اخذ كنا زمان لما نجي العمليه تجيب المويه، طبعا انت حاليا تجيك وايتات للتحليه ومعدات. يعني كنا لما اخذ كنا على الحمير، كان نفس لما اخذ الحمار هذا بيحط المويه يعبيها. ايوه الحنفيه. يصب لك في الحنفيه ويبدا. طبعا الحق. ايوه هذا هو. ايوه بنقرب منه زياده. ده الوايت. يعني انت مصور حتى حياه الحاره. الحياه الحاره. وده برضو ده طبعا ده اللي هو حق التاريخ. هذا اللي هو يسوي. أيوه. التاريخ طبعا يجي قبل المغربيه بساعه. ايوه. يكون حامل التاريخ على كتفه ويبدا يلف الحاره، يعلق التاريخ في المنطقه هذه. صح. يعلق التاريخ. التاريخ. وطبعا يجي ثاني يوم بشيلها. طبعا التاريخ بالغاز شغاله. صح. وطبعا دي كانت من الالعاب الشعبيه اللي هو المدوان. كانوا احنا الالعاب موجوده عندنا. زي المدوان. الالعاب الشعبيه. ايوه هذه الالعاب الشعبيه اللي هي المدوان. المدوان. بسم الله ما شاء الله. وده فوق السطوح. طبعا الأم فوق السطوح. الام طبعا تعمل استحمام لولد. نظام كامل اللي هو السوق. طبعا عدد فوق السوق يسكنوا مين؟ اللي شغالين في الدكاكين. صح. اللي في الدكاكين. فطبعا دي ام بتروش ولدها فوق السطوح. وطبعا هي مسويه حبل الغسيل موجود عندها ومتغسل. بتروش ولدها. ايوه طبعا دي كانت جلسات. جلسات يجلس في السطوح. كان نظام يسموه الكرويتر. الكرويتر. اي دائما الكرويتات دي موجوده في السطوح. ودي طبعا في ستي دي بيقوم بتغسل الغسيل. طبعا نظام الطش. الملابس ما عندي في نظام الطش. ايوه طش. فطبعا الحرق المناسبات في فوق لا بالنسبه للنساء داخل البيوت. داخل او السطح. بالنسبه للرجال في قدام البيت. أوه. طبعا هناك بيجتمعوا تاخذوا برحه وتبدا تجتمع على هذا. يعني مثلا انت ولدك بتعمل فرح. صح. فرح ولد الاستاذ احمد. طيب الاستاذ احمد ده حبيبنا، انا عليه الفرش، ده عليه الزل، ده يعني يتوزعوها. ماشي لما يقول الليله كلها لا. صح. يبداوا اهل الحي يتوزعوا ثلاث اربع ايام يشتغلوا عشان يسووا الفرح هذا. صح. واللي يجيب الزل واللي يجيب البباخر واللي يجيب اللي يقول لك والله الجسيس عندي، اللي يقول لك والله العشاء عندي. يعني كانت في تكافل اجتماعي. صح. كان في تكافل غير الافراح عندها حاليا ممكن فرح
فرح بنتك ولا ولدك اجى اخوك الساعه 12 في الليل. صح. لكن هناك لا، تحصل وعمليه يعني طوارئ في الحاره. والله فرح ولد فلان، ولد فرح ولد الاستاذ احمد، الحاره كلها طوارئ. والحريم طبعا اللي بتفزع ودي اللي بيسوي هذا. هنا تشرح لنا حكايه الفخار اللي موجود هنا. طبعا هذا كان نظام اللي هو حاجه نسميه فخراني. فخراني طبعا كان نظام ما في ثلاجات ولا شيء. في طبعا في الزير، في الشربه اللي بنحط فيه المويه اللي بنبرد المويه فيه. فطبعا الفخراني كان ده اساسي في الحاره. ايوه اللي بيسوي الفخار زي الازيار، زي الشراب، زي الادوات التبريد. هذا هو الفخراني. نجي بعده كده عندك الفران. طبعا في فرق بين الفران وبين الخباز. هذا الفران اللي هو يسوي الصواني حقت المعمول وحقت يسوي العيش البلدي. ايوه ايوه شايف هو ده. هذا اللي ايوه هذا عندك اللي هنا، هذا راعي البسبوسه. كان زمان يلف راعي البسبوسه في البيت، بتاع البسبوسه. اي بتاع البسبوسه يلف في البيت في الحاره وبيع البسبوسه للاولاد والادم. بس كان صعب، كانت لذيذه. طبعا هذا عندك اللي جوا الفوال اللي راعي الفول. الفول ايوه طبعا هذا المحل حقه حاط هذا والفوال. قدامه راعي اللبان. راعي اللبان هذا يبيع اللبن، يجيب اللبن ويلف عليه في الشوارع وفي الحاره كلها على اساس يبيع اللبن. بسم الله ما شاء الله. هذا عندك اللي هو الخباز، هذا اللي يسوي العيش التميس. ايوه طبعا دائما نسميه احنا السماك. هذا بيع السماك جنب البحر. طبعا في جده في البحر يجيبه ويبدا في الحاره يبيع. بيعرف كل بيت، كل بيت يعرفه. انت بتلوخ السوق بتقدم مقاضيك بتناديه بتقول روح وديه البيت الفلاني. بياخذ المقاضي كلها يوديها البيت الفلاني. زي اللي عندك حاليا زي نظام مرسول. ايوه يعني شفنا في الستينيات موجود عندنا مرسول برضه، لا تحسوا انه نحن قديمين، لا. هذا كان هو زي نظام مرسول، بياخذ الاغراض ويوصلها البيت. صح. بياخذ البيت انه عارف كل بيت وكل حاره وكل شخص في الحاره. ايوه. طب ندخل بقى على تفاصيل الحاره بقى من هنا. بتفاصيل الحاره. طبعا الحاره بتلم عده فعاليات، يعني مثلا هذا عندك راعي البليله كان يبيع البليله. شايف؟ هذا كان نظام اللي هنا، هذا اللي هو هذا كان نظام المسحراتي. مسحراتي أيوة. أيوة. كان ما في ساعات، كان هو قبل الفجر ساعتين يبدا يلف على البيت ويبدا يقول لك يا دايم صحي للنايم ويخبط بطبله زي نظام السحرات حتى. أيوة. في 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 ايوه في المسحرات. طبعا هذا اللي هنا لبس المراه الحجازيه كيف كان زيها وكيف كان حشمتها. لبس المراه الحجازيه ايوه. طبعا هذا اللي هناك لو كان نظام العسكري، العسكري كان زيه زي كذا يعني البدله حقته فوق الغتره والعقال، هذا كان الزي العسكري في الحجاز. هذا اللي هنا برضه كانت العاب من العاب الاطفال اللي هي يسمونها لعبه الجنط. ايوه هذه ايوه هذه من العاب الاطفال. يعني هذا سموه الخراس. هذا المؤخذ اللي صلح المدرس يصلح هذا يصلحها. يعني لما اخذ واحد قطع مداس وهذه جلده خراس يصلح له اياه، يفصل المؤخذ المداس يصلح فيها. طبعا كانت كلها بالجلود، جلود الحيوانات هذا ما في يعني والله بلاستيك وهذا لا. ايوه يعني هذا كان. طبعا ده كان نظام اللي هو اللي بيع الفاكهه الخضر والفاكهه. طبعا في كان قبله قبل هذا كان في حاجه اسمها زي كده، بس طبعا عنده دوار زي الصيني او الدوار يحط فوق راسه زي نظام على البسبوسه ويلف يبيع الخضار يبيع في داخل الحي. طبعا يجي لحد البيت اللي بيطلب اي حاجه بياخذها الطريقه اللي هذا. طب وده؟ لا في واحد جوه هناك اللي هو المنقل. المنقل؟ ايوه. هذا المنقل هو اللي صلح الحجر. طبعا عندك الحجر بيوت جده كلها بالحجر المنقبي. فطبعا لازم بتجيك من البحر. فطبعا هذا المنقل يبدا يصلح الحجار يساويها كذا مربعات وهذا على سكون حق مباني. ايوه. هذا يعتبر ايه؟ هذا طبعا معروف لحد في الاجيال هذه راعي البليله اللي بيع البليله. ايوه اللي بيع البليله. طبعا انت في كل حاره بتحصل او في كل بيت تحصل زير. زير يحطوا مويه لسبيل يعني زي سبيل المويه. ايوه سبيل المويه هذه راعي البليله. ايوه جنب الزير. جنب الزير. وهذا راعي البليله اللي هنا. راعي البليله. ايوه. طيب. يا يعني اخ مشان طبعا ما في دكان. كان بيجيب بوكشه، احنا عندنا حسب البوكشه عباره عن قطعه هذا يحط داخل الاقمشه ولف على البيوت. طبعا بنظام يسمونه الفرقنه.
يعني اي ست بيت تبغى تقول والله انا القطعه طبعا ما هي بلابس جاهزه، كله تخليط عباره عن قماش، تاخذ قطعه القماش وهي تسويها في البيت تخيطها. طبعا هي ابو يجي بياخذ من عنده. طبعا كان نظام زمان ما في متر عندنا، كان عندنا هندسه قبل طلوع المتر. يعني صح. انا اتذكر الحاجات هذه الهندسه، كان اديني 4 هندسه اديني 3 هندسه، هذا هو يسمونه فرقنا. طبعا نخش على هذه طبعا كانت زمان عندنا لعبه البرجون. هذه من الالعاب الشعبيه اللي كانت موجوده عندنا في في الحجاز بصفه عامه. صح، لعبه البرجون. البرجون اي نعم. طبعا ندخل على الجزء ده شفناه في الحاره اللي هناك بالضبط. وهذا عندنا نظام اللي هو السيكل او الدراجه. الدراجه ايوه، احنا زمان كنا نسميها دراجه. فطبعا كانوا زمان يهتموا بالدراجه في عمليه تلوينها، في عمليه زبرقتها، في عمليه على ما اقول دندشتها. كل واحد حسب. طبعا الطالب فين رايح المدرسه دائما يروح بالدراجه، حاط كتب ايوه حاط الكتب ورايح على المدرسه. وانا شايف هنا الجلسات في طبعا الشارع. دي جلسات دائما كان في الحجاز من يجي الحاره اهو، والجلسه هي والحاره من فوق اهو، واللي موجود في الحاره البائعين، حركه البيع والشراء. اي بالظبط يعني ايوه حركه البيع، الحياه عموما. اي حياه الحياه. ودي الجلسات، دي الجلسات. ونيجي لل هذه كانت عندنا لعبه المزمار اللي هو التراث المزمار الحجازي. أيوه. تراث الحجازي. اي طبعا مكه وجده دول في المزمار، يعني هو تعتبر التراث تبعنا هنا. ايوه زي في الرياض عندهم مثلا، عندك العرض النجديه، عندك مثلا في الجنوب في عرضه، في يعني كل بلد تمتاز بفن فلكلوري معين. بس انما هنا في الحجاز عندنا المزمار ده كان طبعا في اطراف مكه، وهذا في الخبيت، وما الخبيت نتيجة هذا، فهي الغربيه او مكه وجده المزمار ده عندهم اللي هو الالعاب الشعبيه. هذه تعتبر حسب دراساتي في اليونسكو تراث غير مادي، الالعاب الشعبيه. أي كلها. ايوه لانها مش مكتوبه ولا ملموسه بالظبط. أيوه. بتتحفظ وتتوارث حفظيا من الاجيال اللي بعدها. أيوه. وده الحاره كلها اهو، دي الحاره كلها. ناخدك بقى صوره جماعيه طبعا مع الحاره. ايوه اتفضل. نيجي مثلا البيت هذا، طبعا كانوا عندنا لما يسووا الاطفال العاب عندهم هناك مثلا العاب الالعاب الاطفال فوق البيت البنات. أيوه البنات اي لانه عشان تعرف العمليه انه في الشارع تلعب لا، بس لا. واحده كبيره هي إيه واختها الالعاب بتاعت البنات فوق البنات طبعا لا فيها اجهزه معينه زي فتاحيه ورده غماضيه ورده، يعني في شويه اجهزه مع الاطفال. ايوه طبعا احنا يجي هنا عمليه السطوح. طبعا السطوح دائما في كرويتات. ايوه للاستراحه اهل البيت. وهذا نجي هنا هذه المراه الحجازيه كيف كان زيها، كيف المحرمه المدوره السديريه ازارير الذهب هذه كان. طبعا ده لو كان حق اهل الحجاز، اذا تسمع واحد يقول لك دائما ابو سروال الفرينه. هذا طبعا مشهور عندنا في الحجاز، يقول ابو سروال دائما تحس ابو سروال الفرينه جالس. طبعا مع الحرب مع التعب وهذه فسخ ملابسه فتحبسه هذا. فطبعا دي كانت هي مجرد انه رموز لل الحياه الحجازيه. يعني انت حضرتك صورت الحياه الحجازيه بتراثها المادي والغير مادي بالضبط، يعني الفولكلوري من العاب شعبيه. وطبعا بالنسبه للعمل ده اللي هو تاريخ اكثر من فن. يعني انا هدفي انه بين الاجيال الجديده اجيال هذا كيف كانت كنا عايشين، كيف الدنيا كانت عايشه، كانت عايشه على البساطه، على الاخوه، على المحبة، على الألفة. يعني كاننا عايشين على الحياة الاجتماعية، على الترابط كان موجود زمان. حاليا يعني نبغى محترمي أنا حاليا تحصل الجار ما أعرف جاره. يعني هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه. بس الحياة بكل تفاصيلها في جدة التاريخية. يعني احنا كنا والحياة الحجازية بالضبط، كيف كنا الحياة في الحجاز، كيف كانت حياة تكافل، حياة يعني يقول لك لو اي مشكله في الحاره يجتمع اهل الحاره كلها. عمليه التواصل، عمليه عندنا في رمضان كانت في عادات حلوه. يعني مثلا انا طبخت، بس مراتي طبخت بترسل للجيران، الجيران بيرسلوا، تحصل قبل المغربيه خليه صواني طالعه من بيت لبيت. عندك مثلا كان ما في عمليه نظام تلفون، ترسل البنت الصغيره تدق الباب تقول له لو سلم عليك امي، اذا انت في انا جيتك. يعني كان في كان نظام العصريه دي يجتمعوا في البيوت. يعني للاسف حاليا احنا لما نجي في للاسف الوقت الحالي، يعني انا كجاري انا ما اعرف هو اكل، هو شارب، هو نايم، ما اعرف حتى اسمه.
صح. يعني حتى في المسجد انا بكلمك اياه بصراحه، يعني ملاحظه في المسجد انا بصلي اللي 12 10 سنين ما اعرف اللي جنبي يصلي اسمه ايش. صح. اللي عيش اللي موت انا ما ادري. فهذه العمليه التكافل الاجتماعي انتهت. لو كنا عايشين في الستينيات والسبعينيات وبدات تنقرض، في التسعينيات بدات تنقرض، لكن الستينيات والسبعينيات كانت يعني مترابطه بقوه. يعني انا مثلا لما جيت اخطب بيت فلان انا ما راح اسال في عمله ولا اسال في ده، راح اسال عمده، تعال يا عمده ولد فلان جا خطب بنتي ايش رايك فيه؟ انه الحاكم في المنطقه، في المنطقه، وكل عمده لي لها، وكل منطقه لها عمده. طبعا هذا العمد اللي هو كبير في السن، انسان عاقل، انسان رزين، انسان يحتوي المجموعه كلها، هذا العمده. مو مجرد انه وظيفه والله وجاء موظف وياخذ راتب، لا. بعد اللقاء الجميل ده عاوزينك تعمل دعوه للاجيال الحاليه واجيالنا اللي هي الستينات والسبعينات اللي عايشينها، يجوا يزوروا المكان التراثي ده، بتقول لهم دعوه ايه؟ اختصار شديد. والله انا ادعو جميع المثقفين، جميع الاعلاميين وجميع طلبه الجامعه واي واحد يبغى بحث عن التراث الحجازي يشرف بيتي. يشرف، وانا مستعد طبعا بخبرتي. يعني الحمد لله انا عاصرت الحاجات هذه وعشت الحاجات هذه. بس طبعا لما الواحد يسوي بحث لازم يكون عنده معلومات، عنده صور، عنده توثيق. فاي واحد بده يجي الله يحييه، البيت بيته والمكان مكانه. واي طالب جامعه قسم هندسه قسم ده يجي يبي يتعلم كيف يسوي، انا مستعد اعلمه، يعني مستعد لاي حاجه في ثقافه الجيل الحديث. يعني جيل 2000 احنا هذول يعني في التراث يعني منتهي، يقراها على كتب صراحه، بيقرا على كتب او بيشوفها. انت بتحاله تشوف حي بالضبط، انت بتشوفها صوت وصوره. شكرا. ورشه الفنان علي السليماني اللي احنا شفناه دلوقتي، الجاليري بتاعه او مركز العمده للتراث المادي والغير مادي، وهو الفنان علي هيورينا قول لنا ديت المعدات اللي انت كنت بتشتغل بيها. طبعا هذه ورشه يعني متكامله للعمل الماكيتات الصغيره، يعني مو مثلا توج ورشه لعمل تجاري، لا لعمل المجسمات، للعمل الفني بتاع، للعمل الفني بصفه عامه. طبعا فيها المناشير، فيها العودات، فيها الروتر، في المشار الصينيه، مشار الاركت، هذا كل الانتاج الخارج شفناه بالخارج المركز، وحكايه جدا تاريخيه طلع من الورشه هذه. فطبعا انا عندي كلمه للاخوان يا اخوانا، مو مهم شيء المكان، المهم شيء الاراده. اذا عندك اراده تنتج. يعني انا مثلا لو اديتك ورشه 100% وما عندك اراده ما حتنتج، لكن اديك ورشه متر في مترين انت حتنتج، حتبدع. حتبدع في الحاجه، اهم شيء الاراده، واهم شيء الرغبه في العمل. يعني شو انا حاليا واصل 60 سنه بس دي رغبه في العمل، دي رغبه في الانتاج. وانا احنا ندعو الشباب والفنانين والفنانات يكون، والجيل الجديد يكون عنده اراده في العمل، والعمل مو عيب. العمل مو عيب، اشتغل اي حاجه. شكرا لحضرتك. يا مرحبا. شكرا. يا مرحبا. شكرا. غير اضاءه واحنا داخلين دلوقتي هنصور، كان الاول بالاضاءه، دلوقتي هنصور من غير الاضاءه. اهوت شفتوا المكان عامل ازاي؟ على فكرة المكان ده بيدي طاقة رهيبة، ومعنا الفنان علي السليماني اهوت، طاقة رهيبة في المكان، حاجة بسم الله ما شاء الله. الإنارة من جوه شيء جميل جدا، فيها جبال النور، مكة وفيها جبال النور، بيت المعمور وفيها جبال النور، حاجة جميلة جدا. وتسلم ايد الفنان العالمي علي السليماني على هذا الشغل الرائع. ان شاء الله انتظرونا في الفيلم التسجيلي، هيكون فيلم يا رب يعجبكم ويحز على اعجابكم، عن تراث مكة والمدينة وجدة المادي والغير مادي. شكرا لحضراتكم. انا اشكر الاستاذ احمد تشريفنا بيتنا، وطبعا جاء على بيت النور صراحة، وجيت كفاية شرف لي ان الاستاذ احمد يشرف بيتنا ويشرف بي، ونعتبره اخ وعزيز، وباسم فنان المملكة نشكر الاستاذ احمد على مجهوداته
في إثراء الساحة الفنية وتغطية الفعاليات. نتمنى له التوفيق والنجاح إن شاء الله بإذن الله. شكرا لحضرتك جدا يا أستاذ علي. الله يسلمك إن شاء الله. اسمح لي أخذ صورة معك؟ تفضل. أنا متشكر جدا على كرم الضيافة وعلى التحفة الفنية هذه. الله يديك العافية. شكرا. أشكر على واجبك. شكرا. ورانا الحاجات الجميلة. طبعا أنا أشكر الأستاذ أحمد الإعلامي والله العظيم. شكرا ليك إن كفاية إنه جات فتحت لنا زيارة جميلة. الله يسلمك إن شاء الله. متشكرين جدا. وبالنسبة لمطرح مطرحك أستاذ أحمد وأي وقت نحن إخوان إن شاء الله بإذن الله. ولما يقولوا السعوديه مصر ومصر السعوديه يعني كلنا اخوان ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك وعلى كرم الضيافه. يا مرحبا. على هذا المكان الجميل التحفه اللي بيدل ان التراث الحجازي تراث غني فعلا. شكرا لحضرتك.